السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. ما زالت سلسلتنا متصلة في سلسلة مشروع الأغنام، مشروع تسمين الأغنام. النهاردة 13، يعني اليوم السادس لوصول الغنم، والحلقة 9 تقريبا. امبارح وصلنا ل 11 كيلو و11 كيلو، يعني 22 كيلو في اليوم علف. بس طبعا النهاردة الصبح انا لسه ما فطرتش، زي ما انت شايف طوال نظيفة. بس من الواضح لما وصلنا امبارح ل 11 حصلت بعض حالات اللكمة، الغنم لسه ما فطرتش خالص زي ما انت شايف، حتى كانت الاول تخش كلها تهيج عليك وعاوزة تاكل. حاليا الغنم كلها ساكتة، رغم ان كنت وانا بندرب العلف الغنم كانت بتيجي بتجري قبل ما ندرب العلف، بتشم ريحة العلف بس. المهم طبعا واضح ان في اعراض لكمة، عشان تبقى معايا لازم تراقب غنمك كويس وتراقب الارضية، دي مراية صحة الغنم الارضية. شوف معايا ده اهو، ده اسهال من اللكمة، شايف النقط دي، دي ده اسهال، شايف الفضلات عاملة ازاي، لاحظ ده نازل كتلة واحدة بس، ده من بدري نشف، نشف شويه مسك شويه، ولكن ده نزل من بدري، ده لسه غنمه لسه منزلاه دلوقتي، واضح اهو لسه الغنمه لسه منزلاه دلوقتي. دي كده في غنم ملكومه، لاحظ الفضلات بيغلب عليها السيلان اكتر، لاحظ معايا، شوف ده، ده بدايه لسه خلاص هيبدا يفوق، دي كلها دي علامات الفك، يعني علامه ان الغنم فكت، يعني كان في غنم ملكومه بس الفكت تعتبر، يعني ما هي لازم تفك بمعنى ان يجيها اسهال، المشكله لو ما جالهاش اسهال. فالواضح على الاغلبيه الغنمه دي كانت واقفه على علف، شوف الزبل بتاعها 100% مفيش اي مشكله. دي كانت الغنمه دي كانت اخر غنمه جايه دي لو تفتكروها، مفيش في ودانها رقم اهو، مفيش في ودانها ارقام. الناس اللي متابعانا اهي الغنمه دي واقفه، كانت واقفه على علف، وشوف الفترات بتاعتها تمام تمام، مفيش فيها لكمه، ما تخافش منها اصلا، تاكل علف براحتها خالص، لانها كانت بتاكل علف مفتوح عند صاحبها، دي انا واخدها من جاري صاحبي، كانت بتاكل علف مفتوح. هتلاقي برضك في بعض الغنمات تانية كانوا بياكلوا علف مفتوح برضك جايبهم، هتلاقي بص الزبل بتاعهم 100% مفيش فيه اي مشكله، ما تخافش منها من اللكمه. لكن في غنم قلنا ان ما كانتش متعوده على العلف، هي دي اللي بيحصل لها حالات اللكمه، وهندور عليها مع بعض عشان تشوف شكلها. بص اهي واحده اهي اهي، شايف الغنمات باينه اللي هي اللي ما كانتش واقفه على العلف، شوف معايا اهي، ركز شوف الاسهال، امسك يا عم ثانية واحدة عشان تتابع معايا وتبقى عارف ايه اللي حصل وهنعمل ايه. بس امسكها من راسها، امسكها من راسها، امسكها من رقبتها كده، امسكها من رقبتها بس، شوف معايا بس، امسك كويس، شوف معايا، شايف الاسهال، دي اتلكمت وفكت، مفيش منها اي خوف، مش محتاجة اي علاج ومش هدي اي علاج، دي كده فكت ما تخافش، دي كده ملكومة وفكت، دي غنمة ما كانتش واقفة على العلف. ووصلنا للمرحلة الأخيرة امبارح، وصلنا ل 11 كيلو، وصلنا ل 11 كيلو، 11 كيلو في الوجبة، يعني 22 كيلو فاضل لنا 2 كيلو بس كمان، اللي هو هنوصل ل 24 كيلو، قلنا هنثبت على كده لغاية ما نوزن ونحسب النسبة بالظبط قد إيه. فشوف آدي دي كده لكمة، دي ملكومة، واضح الغنمة دي أنا أصلا وأنا بشتريها في 5 غنمات زيها دول، بس سيبها ما وقفتش على العلف، دي كلت علف زيادة واتلكمت وفكت، مفيش منها أي خوف، وهنقول لك هنعمل إيه دلوقتي من غير أي علاج. وشوف هي رقمها كام عشان برضك تتابع معايا بالرقم، بس رقمها 172، 172 بس، دي 172، أدي حالة أهي ملكومة أهي، شايف زي ما أنت شايف أهو اللسان بتاعها، دي كده ما تخافش منها فك. في حاجة تانية هنوريها لك برضك، ندوره بس،
دي اللي ظاهرة معانا دلوقتي اللي انا شايفها، مش شايف حاجة تاني. في حاجات تاني ممكن اخر اوعى، في حاجات تاني ممكن اخر النهار هتفك وهتبان معانا. المهم دي الحالة اللي ظهر دلوقتي، حبيت اوريها لك حالة اللكمة، والغنم واضح عليها بالكامل مش النشاط بتاعها زي كل يوم الصبح، مش هو ده النشاط بتاعها. على العموم هنعمل ايه المفروض النهاردة؟ المفروض احنا حطينا امبارح 11 كيلو 11 كيلو، شوف دول 2 كيلو علف بس، دول 2 كيلو علف بس. ثانيه واحده، شوف هنحط العلف، ما فطروش الغنم، الغنم لغايه دلوقتي ما فطرتش. هيبان لك الحاجه الملكومه ازاي، بص اهي بص، دي اللي قلت لك اللي جايه ما شاء الله، بص بتاكل عادي، اللي هي كانت جايه اخر واحده قلنا ما فيهاش رقم في ودانها اهي، وقلت لك دي ما شاء الله ما اتلكمتش، مفيش فيها اي مشكله. بص على نشاط الغنم في الاكل دلوقتي، بص الغنم كانت الاول، انت لو تفتكر ارجع للفيديوهات شوف كانت بتدخل ازاي، بتهجم ازاي على العلف. بص دلوقتي هجومها على العلف ازاي. طبعا احنا كنا بنحط كربوناتو على العلف، يعني حتى لما بتيجي لكمه بتبقى اللكمه خفيفه الحمد لله، ما فيش منها مشكله، ما فيش منها خوف، مش لكمه الموت دي، دي لكمه عاديه بتاخد يومين وبتعدي. لاحظ الغنم، لاحظ، شوف في ادي واحده اهي ما بتاكلش، في 2 3 4 5 6 7 في 8 حتت مش داخلين على الاكل اهو، واضح. شوف مفيش اي دخول على العلف، قلت له ترمي العلف تشوف الهجوم ازاي. طبعا انا متدرج سريع سريع عشان اوصل اسرع وقت ممكن لل لاعلى كميه علف اهي اللي ملكومه اهي. بص ما بتاكلش، واقفه بس في وسطهم بس اهي، اللي فكت اهي واقفه ما بتاكلش، رافعه راسها بس هي واقفه في وسطهم بس. لاحظ في مجموعه من الغنم، في واحده 2 3 4 في 6 تقريبا او 7 ما بياكلوش. طب هنعمل ايه دلوقتي مع الحاله دي؟ مفيش اي مشكله، تقولك ما تخافش خالص خالص، طالما انت عارف انت ايه السبب مفيش منها اي خوف. كل ما في الامر مش هنحط علف الصبح، انا كده بس 2 كيلو دول حبيت اوريك انا عارف الغنم من قبل ما نحط علف، عارف انها مش هتاكل، انا عارف انها مش هتهجم على الاكل. شوف المجموعه دي حوالي 7 مش واكلين واقفين جنب بعض، فانا عارف من قبل ما نحط، بس انا حبيت اعمل لك الفيديو من قبل ما احط علف عشان تبقى عارف كمان اللي انا قلت لك الحمد هو اللي بيحصل باذن الله. لازم تحس بالغنم، الغنم بتبقى جعانه وفشيتها مفتوحه، واول ما بتفتح الباب وتخش عليها بتهيك كلها وتيجي مالك عاوزه تاكل، بس انا عارف الغنم كانت مسكته مش هتاكل كويس. ده انا حاطط 2 كيلو بس، المفروض نحط 11 كيلو، 2 كيلو دول كان المفروض دلوقتي تخلصوا. لاحظ قاعدين زي ما هم، هو لسه فيه كميه، ده 2 كيلو بس المفروض تحط 11 كيلو كده. كل ما في الامر هتعمل ايه؟ هنقطع العلف في الصبح، وجبه الصبح مش هنحط علف، وهنثبت على 11 او نرجع ل 10 كيلو بس اخر النهار. هتبان لو الغنم شايتها رجعت من هنا لاخر النهار هنحط ايه. طيب هنحط دريس فقط لا غير، خليك معايا. احنا جبنا طبعا نقله الدريس امبارح، وكل طبعا الناس اللي عاوزه الاسعار ومستعجله على الاسعار شيل الجردل ده، كل الاسعار ان شاء الله هتبقى في فيديو مخصوص بالكامل. هتعمل ايه؟ هنحط دريس بس من هنا لاخر النهار، هناكد طبعا 2 كيلو اللي انا حطيتهم في الطواله دول عشان اوريك بس وافهمك معايا، اوريك ايه اللي هيحصل للغنم بس مش اكتر. هنحط دريس لغايه اخر النهار فقط لا غير، واخر النهار نحط الوجبه الثانيه. لقيت الشهيه مفتوحه هنحط ال 11 كيلو، لقيتها لا هنرجع ل 10 كيلو، هنرجع ل 10 كيلو يومين بس او يوم لغايه ما الغنم تستقر. وما تنساش طبعا الكربونات، ومهم جدا جدا كربونات الحمض، حتى لو في لكمه بتبقى اللكمه زي ما قلنا خفيفه وبتعدي من غير اي علاج واي مصاريف. وفي النهايه طبعا اذا عجب الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله هنعمل فيديو اخر النهار نوريك الحاله باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.